مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. اليوم في هذه الفقرة فقرة التجميل بنتكلم عن كيفية وضع المكياج والمكياج المائي طبعا بطريقة احترافية وتعليم كيف اخفاء العيوب للوجه. نستضيف ايفا عبود مديرة مركز قنطار للتجميل. مرحبا يا ايفا. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. ايفا طبعا اليوم حابين نتكلم عن كيفية وضع المكياج الاحترافي. أكيد بس نقول احترافي يعني دراسة. نحن بمركز كونتار للتدريب طبعا بنعتمد عدة دورات لحتى توصل التلميذة للمكياج الاحترافي، يعني في أسس الميك اب، في عدة أنواع من المكياج، دراسة الوجه، التفاصيل، كيف بتقدر إنه التلميذة توصل لمرحلة تصير محترفة بالمكياج. فبدها تمرق بعدة مراحل بعدة دورات لحتى توصل لهالمرحلة هيدي. طيب بالنسبة لربة البيت العادية اللي في البيت حابة انها تمكيج عمرها بشكل او بصورة احترافية، كيف يمكنها؟ كمان بتقدر، لانه في شيء اسمه بيرسونال كورس يلي هو بتتعلم السيدة كيف تعمل مكياج على نفسها، يعني بتعمل لها المدربة عنا بتعمل لها دراسة لوجهها، بتعلمها شو الأشياء يلي بتلبق لها، كيف الطريقة الصح يلي لازم إنه تعتمدها لحتى تظهر جمالها. فبتقدر تعمل هيدا الكورس بمركز مركز التدريب وتصير حافظة كيف أدق التفاصيل يلي بتظهر لها جمالها ويطلع المكياج بشكل كتير حلو ومناسب لها. طيب البعض يقول إنه لازم مثلا إذا كان المكياج يطلع بالصورة الاحترافية لازم تكون البشرة نظيفة. هيدا شيء أكيد، لأن لازم إذا كنا بقى نستعمل أي شيء على بشرتنا مفروض أنه تكون بشرتنا نظيفة، لأن إذا وخصوصا السيدة ما لازم أنه قبل بيوم أنه تنام بالمكياج، مفروض تنظف بشرتها لأنه أكيد هيدا صحي أكتر. فحتى تاني يوم إذا بدها تعمل مكياج بتكون البشرة نظيفة وبتكون فريش. يعني ما بيكون في أي أثر للمكياج اللي قبل بيوم، فأكيد مفروض أنه تكون البشرة نظيفة حتى يطلع اللوك حلو. أكيد. مثل ما هي بتحب. ونظر أكيد. أي أكيد. طيب شو رأيك في موضوع الدورات اللي قامت تعطيها مثلا الصالونات مؤخرا؟ كل صالون تقريبا أنه باستطاعته يقدم دورات. أهم شيء هي السيدة تعرف هي شو بدها. يعني إذا هي عم تتطلع لأنها تكون اختصاصية بهالمجال، لا مفروض أنها تروح على معهد تجميل يلي هو بيعطيها أسس المكياج يلي بيعلمها عدة أنواع من المكياج. إذا بدها تتعلم على إنه هي بس لإلها هي شخصياً إنه تعمل ميك اب، بدها تسأل، بدها تشوف. هلا يمكن اللي تكون عم بتعلمها اختصاصية ويمكن لا، فهي بدها يعني بدها تختبر، بدها تشوف وين الأفضل لإلها وتعتمده. يعني إذا كانت راحت على معهد أكيد رح تستفيد أكثر، لأنه المعهد هو شغله إنه يعطي الدورات المكياج. ماني ضد انا اكيد، بس انه الافضل انه تعمل هيدي الدوره عن دراسه لحتى تنجح فيها. طيب هل هي يعني الاحترافيه بالممارسه ولا بالموهبه؟ يعني اذا كانت المراه عندها الموهبه او فقط لازم انها تمارس طبعا الميك اب مثلا يوميا عشان تحترف الموضوع؟ هلا الموهبة حلو انه تكون موجودة، اوكي، فبس ما بتكفي لحالها. يعني فأكيد لازم انه يكون في دراسة لحتى يعني تكمل هالموهبة هيدي، لازم انه يكون في دراسة وممارسة. أكيد. يعني نحن بالمركز عنا كتير بنعتمد التطبيق، يعني أي فكرة المدرسة اللي بتعطيها كتير بنعتمد انه تطبق هيدي الفكرة لحتى تنجح فيها وتتأكد انه هي
صارت تعرفها مزبوط وبارعة فيها. فالموهبة لوحدها حلوة تكون موجودة بس منا كافية، أكيد الدراسة هي اللي بتكمل الموهبة. صحيح. طيب لبنى الكافي مجهزة لنا تقرير عن كيفية إخفاء العيوب بالميكاب المائي، نشوفها معاك ونرجع. خبيرة التجميل مي شاهين، طبعا اليوم بتقدمي لنا المكياج الاحترافي وبتقدمي لنا مراحل الكوركشن او الاصلاح. خافي العيوب خافي العيوب وبعدين الميك اب المائي. المائي المائي اللي هو هلا اكثر شيء مستخدم وكل الناس بحبوا يستعملوا المكياج المائي، خاصه بالجو بدول الخليج لانه رطوبة فبيحبوا يستخدموا المكياج المائي اللي هو بيكون ووتر بروف. أول خطوة بدنا نشوف شو هو الكوركشن اللي الست اللي بحاجة لها. في سيفرال كاينز، عدة أنواع من الكوركشن. في الكوركشن اللي بنعمله ببداية الميك اب وفي الكوركشن اللي بيصير عادة بآخر مراحل المكياج. هيدي الفرشة كثير مهمة اللي هي اسمها فاونديشن برش، بتكون عريضة كثير ومربعة كثير وبتخلي الكالر، يعني إذا أنا دخلت اللون بطريقة الضغط بيدخل بشكل كثير ديب، يعني بغطي مظبوط، مش إنه بتكون سطحي. عملنا مرحلة الأخضر على الحبوب، حطيت الأخضر طبقة خفيفة على الحبوب. هلا فيي أدمج البيج فوق شوي، فوق الاخضر حطيتي لون البيج الفاتح شوي يعني بس عشان ما بدي اياه يكون اخضر كامل. بعد ما نحط الالوان اللي هي نحن بنختارها مثل ما قلنا من العلبه من الباليت، اوكي، بنبلش نحدد وين هي عندها مناطق بدنا نفتحها وين بدنا مناطق نغمقها. يعني مثلا اذا بدي اعمل لها وجه ضعيف بدي احط البني بمناطق على العظمه بطريقه يعني عشان اغطي لها ويبين الوجه ضعيف اكثر. خدودها الضعاف وبدي متنهم بوسعهم باللون الابيض الناصع لحتى يطلعوا وجه مدور ومليان. يعني هي بتكون عبارة عن ألوان مائية. هاي الألوان المائية بتكون تخلط بالماء، تخلط بالماء وبنفس الوقت بس تنوضع على الوجه بتصير ووتر بروف، تتفاعل مع أنسجة البشرة exactly وبيمتص الجلد لدرجة، وهي كلها فيها بروتكشن وكلها مدروسه انها تكون حمايه للجفن. وهي اكتشفوا انه هي اكثر شيء مطلوبه بدول الخليج لانه معموله ولدرجات الحراره العاليه، ما بتعمل تعرق، ما بتخلي الكالوري يروح. مثل ما شايف هي الوانها واضحه وحلوه وسريعه، بدي اياه يكون واضح اكثر. وهو فيك تعملي فيه بلندنج، فيك تدمجي الالوان مثل ما شفتي، فينا ندخل من لون للون وفينا بنفس الوقت نصحح بقيه المشاكل الوجه بالووتر ميك اب. عم نحط الفاونديشن ستيب باي ستيب. الفاونديشن اللي هو كمان بعد ما عملنا الكوركشن ببدايه التقرير، فرجيتك عملنا تصحيح، بنحط طبقه فاونديشن كامله لنغطي الوجه طبعا الفاونديشن الحين مثل ما شفنا حطيتيه دايركتلي فوق الكوركشن، فوق التصحيح. وبنرجع بنحط شيء كمان بيستعمل بالمي اللي هو ووتر بيست فاونديشن، وانا متاكده كل الستات ما شاء الله عليهم صاروا يعرفوه ويشتغلوا فيه. الحين بنشوف النتيجه طبعا جميله جدا على اتمنى تكون عجبتكم. اكيد حلوه بس ما ذكرنا المشاهدين لما حطيتي لها الليبستيك بعد هو كان مائي ولا عادي؟ الليبستيك فيك تحطيه حسب رغبه السيده، يعني فيها تحطوا الجلوسي، فيها تحطوا الليبستيك الكريمي العادي. طبعا خبيره التجميل مي شاهين في اخر تقريرنا بغنات تعطينا نصيحه او معلومه للمشاهدات شو الالوان الميك اب او شكل الميك اب اللي هو موضه وفاشن بالنسبه للصيف 2010. هو كل شيء بحسب كل ست شو بيلبق لها بالنهايه، بس الفاشن هي اللون الموحد لفوق العين. الالوان الترابيه البيج اللي فيه لمعه بسيطه. طبعا الايلاينر هو الاسود، الايلاينر الستيز الكربوني اللي واضح كثير. الليبستيك اللي هو الليبستيك صار ما نزل طبعا رموش الجوانب طبعا لانه لما بتقولي 60 بيعتمد على ايلاينر ورموش.
واللبستيك هو الورنيش اللي بيعطي الإفكت تبع النيل بوليش كأنه والألوان الصارخة.